شو بصير معي في مقابلات العمل بما اني قاعد ادور على شغل؟ بما اني انا بحكي كيف تلاقي شغل في قطر، في السعوديه، في الاردن، في لبنان، وين ما كان، وكنت مجننك فلسفه، لكن اليوم بدي احكي لك عن مقابلات عمل حقيقيه. جاسر مصطفى، وخلينا نبلش. في هذا الفيديو راح احكي لك قصص حقيقيه عن مقابلات عمل صارت معي خلال الشهرين الماضيين، بما اني انا بدور على شغل وبدور على فرصه عمل جديده ونيو تشالنج، لانه انا زلمه خلص التشالنج تبعي من المكان اللي كنت بشتغل معه. فراح احكي لك انا كميه مقابلات عمل صارت معي خلال شهرين او الثلاث الماضيين، وكان عددهم يتجاوز العشر مقابلات عمل، لحتى عطوفتك تستفيد وتعرف فيدباك حقيقي عن كيف ممكن تصير مقابلات العمل، كيف ممكن تلاقي شغل، كيف ممكن يسألوك خلال مقابلة العمل وعطوفتك كيف ممكن تجاوبه، وانه حتى لو مشت مقابلة العمل بطريقة كثير لطيفة مش بالضرورة انه عطوفتك تكون الشخص الذي سيتم اختياره للبوزيشن اللي حضرتك مقدم عليه. راح احكي لك قصة كثير قصيرة في بداية الفيديو، راح احكي لك لا تستهين بأي مصدر ممكن يوصلك لوظيفة او لفرصة عمل اذا كنت انت شخص بدور على وظيفة، وراح احكي لك كمان انه يا ريت لو ترجع تحضر فيديوهاتي السابقة، لان كثير حكيت عن اشياء كانت الناس كلها تحكي لي جاسر هذا الحكي كثير نظري، كنت احكي لهم يا جماعة هذه من خبرات عملية فعليا صارت، لكن اليوم حبيت اوثق تجربتي في البحث عن فرصة عمل، والتي بدأت تقريبا بشكل كثير اكستنسيف خلينا نحكي من شهر 5 2022، وتحديدا اي ثينك 12/5 حسب ذاكرتي 2022، واليوم يوم تسجيل هذا الفيديو هو 2/7/2022، فالمدة اقل من شهرين. اول نقطة لازم تحطها في بالك دائما، لا تستهين في لينكدإن، وهو مش موقع مباركات، لكن عطوفتك لازم تكون مش من الختائر اللي بيباركوا لبعض، تكون من الناس اللي عارفة كيف تستخدم هاي البلاتفورم الكثير غنية، واللي ديفينتلي راح تجيب لك مقابلات عمل إذا عطوفتك تستحق مقابلات العمل. أما إذا أنت مصدق أنه أنت تستحق مقابلات العمل والوضع مغاير، فهذا الحكي مش لعطوفتك. الشغلة الثانية، do never تستهين بالفيسبوك. يس، الفيسبوك، والذي أجاني منه صراحة مقابلات عمل. أنا ما كنت متخيل أنه الفيسبوك لهالدرجة ممكن أنه صار وتحول من موقع تواصل اجتماعي لموقع بروفيشنال للتوظيف، وراح نحكي بهذه المسألة. والنقطة الثالثة، لا تستهين بالريفيرل والريكومنديشنز، وهي ليست واسطة، وإذا كان معك واسطة استغلها، لأنه الوضع صراحة بيكون كثير أقوى. لكن لا تستهين في الريفيرل والريكومنديشن، إنه أنت تخبر كل الناس اللي حواليك إنه you are actively looking for a job. ليه؟ لأنه هدول راح يكونوا عارفين إنه في أماكن، يمكن شركاتهم، يمكن شركاتهم بيعرفوها، يمكن ناس بيشتغلوا في شركات ثانية بيعرفوهم وبيدوروا على عطوفتك أو على شخص عنده السكيل سيت الموجودة عند معاليك. وانس خبرتهم ديفينتلي راح يكونوا عم بيخبروك عن فرص عمل، عطوفتك راح تقدر انك انت تقدم لها، او انه ذي ريفير او يعملوا لك ريفيرل عند الشركات او الاشخاص اللي عطوفتك ممكن تقدم عليها، وبالاغلب فرصك راح تكون افضل اتليست للوصول لمقابله العمل، وبعدين انت وشطارتك. هذه السلسله راح تكون طويله صراحه، فشو راح اعمل؟ راح اقسمها لاجزاء، كم فيديو راح يطلعوا ما بعرف، لكن راح احكي لك عن كل مقابله عمل انا عملتها وكيف مشت وشو اللي صار فيها بشكل بريف مختصر. بس بدي احكي لك قبل هيك انه انا من اللينكدين اجاني مش اقل من 5 مقابلات عمل في اقل من شهرين، من الفيسبوك اجاني مش اقل من 3 مقابلات عمل في اقل من شهرين، وهدول كمان بارلل مع بعض، يعني كل هذا الحكي خلال شهرين. ومن الريفيرلز يمكن اجاني 4 5 6 مقابلات عمل برضو خلال شهرين 3 يمكن. ف ما تستهين بهالأشياء اللي بحكي لك إياها. ولا التأكيد قبل أدخل في قصص المقابلات العملية والبروفيشنال، راح أحب أحكي لك إنه أنا مقابلات العمل الذي تحصلت عليها خلال شهرين 5 و6 تجاوزت 10 ل 12 مقابلة عمل، راح أحكي لك قصصهم. فأكيد إذا أنت شخص بتدور كيف تحصل وظيفة أو شو تسوي في مقابلة العمل أو شو حيصير في مقابلة العمل وزهقان كل حكي الـ HR والتنمية البشرية، فهايدي السلسلة
معمولة لإلك. هلا في البداية أهم إشي قبل ما تحاول تدور على شغل وقبل ما تبدأ تقدم على وظيفة وقبل كل هذا الحكي وقبل ما تزعل من لينكدين لأنه ما بطلع وظائف وقبل ما تزعل من فيسبوك لأنه أصحابك كلهم تخلوا عنك قبل ما تزعل من الريفير لأنه مش عم بيعمل لك ريكومنديشن، تأكد إنك أنت شخص مناسب في فيلد العمل اللي انت بتشتغل فيه، وانه انت اذا رحت قدمت على وظيفة اتليست راح يقول لك الو مرحبا نشتغل معك. وهذا الحكي you would never achieve it اذا انت ما بتعمل الحكي اللي انا نصحتك فيه في فيديوهاتي السابقة اللي ممكن تحضرهم كلهم. وطبعا لازم تشتغل على حالك وتكون قدوة وتكون متطور بشكل دائم حتى لو حاليا مش عم تشتغل، ولا تقول لي حكي نظري، انا حاليا مش عم بشتغل ولساتني عم بشتغل، كيف بحكي لك اياها بعدين. المهم خلينا نبلش في القصة الأولى من قصص مقابلات العمل، وبعدها راح ينتهي هذا الفيديو وبعدين راح أنتقل في فيديوهات تانية أحكي عن قصص أخرى. أول شغلة راح أبلش مش في مقابلة عمل، راح أبلش في محادثة دردشة على اللينكدإن عشان ما تضلك مقتنع أنه اللينكدإن مش مفيد. محادثة جرت بيني وبين مدير مشاريع في جهة حكومية كبرى في المملكة العربية السعودية. شفت البوست كان حاطط أنه نحن محتاجين لمهندس معماري to join our prestigious team، ولهذا فأنا بعثت له شو بعثت له؟ hello dear فاصلة enter I have seen your post about a job opportunity in KSA فاصلة and I would like to express my interest in this job vacancy نقطة enter how can we discuss further mutual benefits فاصلة and if we can move forward علامة سؤال thank you راحت ست الحتة راحت القصة كثير 3 days later بفتح اللينكدإن لقيت الخاتم لقيته رادد علي شو حكالي في المسج اللي هو بعت لي dear Mr. Jasser thank you for your interest in this job opportunity فاصلي it looks like you are overqualified for this job نقطة سطر جديد If any other positions or opportunities open I will keep you posted أو I will be contacting you نقطة Enter Thank you هلا أنا انبسطت أنه أنا overqualified for this position صراحة أنا وزعلت أني أنا ما أخذت الشغل المهم شو أنا رديت عليه عشان نقفل الحتة دي حكيت له Dear Mr. نقطة وحطيت له اسمه وفاصله Enter. Thank you for your kind response. Much appreciated. طبعا من جوا أنا بغلي إنه ما خدتش الجوب opportunity. نقطة. سطر جديد. Please keep me posted for any vacancy in one of the following fields. الأول حطيت له architecture and interior design. الثاني حطيت له management, general management and executive management. الثالث حطيت له project management. والرابع حطيت له أكيد web management منهم my fields وحطيت الارياز اللي I know that I can perform perfectly فيها وبعدين enter وسطر جديد thank you in advance enter regards enter Jasser وهي كانت عبارة عن أول مثال أنا حبيت أحكي لك إياه وحبيت أن أنا أحطه من LinkedIn it is a chat LinkedIn لحتى تعرف أنه LinkedIn مش قليل ورح نحكي عن قصص LinkedIn كثيرة خلال السيريز هاي وراح نحكي عن مقابلات عمل أكيد راح تعجبك وراح تفيدك فلا تنسى تحضر الفيديوهات السابقة والفيديوهات اللاحقة وتعمل لك لايك وكومنت تحكي لنا فيه إذا أنت عملت شات مع ناس على LinkedIn لحتى تقدر أنك أنت تتوظف أو تجد وظيفة أو إذا أنت لقيت فرص عمل كانت كيف طريقة البحث عن فرص العمل حط لي إياهم في الكومنتس وبشوفكم في الفيديو الجاي